الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشكر الله سبحانه وتعالى على توالي المزيد والإمداد بعد فضله علينا بنعمة الإيجاد والحضور في هذه الدروس المحمدية. جزا الله عنا شيخنا وسيدنا سيدنا الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف أن جمعنا بأحبابنا وبساداتنا وإخواننا على الحديث عما ينفعنا وعلى ما فيه الخير لنا ولأمتنا. ونسأل الله تعالى أن نكون بما حاضرنا فيه وتحدثنا فيه وجلنا فيه بخواطر وآراء وأقوال ساداتنا ومواقفهم في القديم والحديث أن نكون أسبابا للخير. وقد قيض الله سبحانه وتعالى هذه الساعة للفقير للحديث عن مقصد حماية المسلمين وجمع كلمتهم وما أحوجنا إلى أن نتحدث في هذا الموضوع منوطا بهذا المحور المبارك بالعقيدة الأشعرية. فنحن في أبلغ الحاجة إلى أن نجمع كل شتات ظهر مقصودا بعمد من كثير من المغرضين والطاعنين والمشككين يقصدون أن يفرقوا الأمة في باب العقيدة. فجاء هذا الخير وهذا الوابل المبارك بهذا الملتقى الميمون المتعلق بالعقيدة الأشعرية، وضممناه بفضل الله تعالى إلى الحديث عن هذا المقصد وحدة المسلمين، سائلين الله تعالى في هذا وغيره أن نكون أسبابا للخير ودعاة للخير. حفظ الله الجزائر وأهلها وعلماءها ومن زارها وأمها، وحفظ الله ساداتنا العلماء الذين جاءونا ليشتركوا معنا في هذا المقصد كما كان القصد محمديا في البدء، ها هو في ساعتنا هذه لا يزال محمديا مباركا ميمونا بحضور ساداتنا. جزاهم الله عنا كل خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك في كل من حضر وبذل وشارك وأما واستمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين امتن على عباده المؤمنين بنعمة الأخوة بعد أن كانوا أعداء متفرقين وأمرهم بالاعتصام بحبله المتين ونهاهم عن التفرق والاختلاف المهين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد أيها الجمع الطيب الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من ولاية الأغواط العامرة بصلحائها وعلمائها وفضلائها حل ضيفا كريما بالزاوية البلقائدية وروضة الدروس المحمدية علم من أعلام هذا الوطن المبارك ذلكم هو فضيلة الأستاذ الدكتور الطاهر أبو القاسم إبرايك أستاذ التعليم العالي بجامعة الأغواط ومحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وهو مقدم الطريقة الشاذلية بالأغواط حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة الجزائر وهو كذلك حاصل على شهادة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الزيتونة وكذا مستشار بالمركز العالمي للقرآن الكريم والدراسات القرآنية يجلس إليكم الساعة ليلقي على أسماعكم الشريفة درساً من الدروس المحمدية موضوعه دور العقيدة الأشعرية في الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية عبر العصور فتفضلوا سيدي أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الحمد لله المحمود بجميع المحامد كلها، أحمدك ربي على نعمة الإسلام لك، وأحمدك يا ربي على نعمة الإيمان بك، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ورفيعنا وطبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين المطهرين إلى يوم الدين. اللهم إنه سرك الجامع لكل الأسرار، ونورك الواسع لجميع الأنوار، ودليلك الدال بك عليك، وقائد ركب عوالمك إليك، فلا يصل واصل إلا إلى حضرته المانعة، ولا يهتدي حائر إلا بأنواره اللامعة. صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى، وحاشاك أن ترضى وفينا معذب؟ أترضى مع الجاه العريض ضياعنا، ونحن إلى أعتاب بابك ننسب؟ أفضها علينا نفحة نبوية تلم شتات المسلمين وترأب. وبعد، سيدي الحسيب النسيب معالي الدكتور سيدي محمد نور الدين بالقائد، ومن خلال شخصكم المبارك الكريم إلى شيخنا ووالدنا وسندنا سيدنا الشيخ، أشكركم جزيل الشكر على وافر الترحاب وكريم التوسعة. سادة العلماء والأئمة والشيوخ والمربين، سادة الحضور جميعاً على وجه العموم، وسادة عماد ظهورنا وزينة حياتنا وعدة مستقبلنا، أعني طلبة العلم الشريف وحملة القرآن الكريم، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. دعيت بين الأكارم مستأذناً منكم جميعاً لأتحدث ضمن هذا المحور المبارك المتعلق بالعقيدة الأشعرية، وأحب كما تحبون أن أستهله بحديث رفيع لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تعددت طرقه، ولذلك عده البعض حسناً، بل وصححه البعض الآخر كالإمام ابن عبد البر، وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال حديث صحيح، قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي سياق هذا الحديث أيها الأحباب، سئل الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الجد إمام المالكية في قرطبة في زمانه، سئل عن منتقص السادة الأشاعرة فقال لسائله: اعلم عصمني الله وإياك أن الذين سألتني عنهم هم أئمة علم وهدى، وممن يجب بهم الاقتداء، لا يسبهم إلا جاحد، ولا ينتقصهم إلا فاسق، وهم المعنيون بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق كذلك قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي برسالته في فضائل الإمام الأشعري: أما الإمام الأشعري فلم يحدث في الدين حدثاً، ولم يأتي ببدعة، وإنما أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أصول الدين، فنصرها بزيادة شرح وتبيين. وعلى ذلك أيها الأحبة، فإن الحديث عن العقيدة الأشعرية ليس في المدلول والمضامين فحسب، وإنما هو حديث في المقصد كذلك. فمن أجل مقاصد العقيدة الأشعرية بأمارة فضل الله عليها بسريانها، وأنها محمدية في أصلها، مأخوذة من سنده وسببه صلى الله عليه وسلم، إن الحديث عنها هو بالحديث عن وحدات المسلمين التي هي من أعظم مقاصد الدين. وعلى ذلك أسعد أيها الإخوان أن أتحدث عن الموضوع الذي وطأ له سيدي الشيخ، دور العقيدة الأشعرية
في الحفاظ على الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية عبر العصور، بمنهج إلقاء بعد منهج بحث في مطالب ثلاث. أما المطلب الأول فيتعلق باهتمام العقيدة الأشعرية بوحدة الأمة الإسلامية، وفي مطلب ثان بالحديث عن مقومات ومظاهر هذا الحفاظ للعقيدة الأشعرية، وفي مطلب أخير أعتبره خاتمة توجيهية بإذن الله. فأقول وبالله التوفيق، إن من أعظم محاسن العقيدة الأشعرية بعدما تحدث عنها السادة الأفاضل بما لا يخفى على شريف علمكم جميعا أيها الأحباب، أقول من أحسن وأعظم مقاصدها أنها ضمنت عبر القصور، عبر العصور، استقرار الأمة المحمدية في حالها العقدي وفي حالها الاجتماعي بعد ذلك، وذلك بحفظ شقي العقيدة الأشعرية: الشق النظري المتعلق بالذات والأفعال والإيمان والقدر والقرآن وغير ذلك من الغيبيات، وفي شقها العملي كذلك المتعلق بالإخلاص لله تعالى والتقرب إليه بطاعاته والتماس محبوبيته بصنوف النوافل. حفظت بذلك سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عقيدة أشعرية في بيانها، عقيدة محمدية في أصولها وفي أساسها. وإذا نظرنا على وجه المعتاد إلى ما نعلمه من أئمة المسلمين في العالم الإسلامي زمانا ومكانا، في أنهم كانوا أئمة للعقيدة الأشعرية، يطيب لي أن أذكر أئمة في الجزائر كذلك حفظ الله بهم بنظمهم وبنثرهم وبتآليفهم ومصنفاتهم هذه العقيدة الأشعرية، فضلاً على سيدي عبد الرحمن الثعالبي وسيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي. هناك منظومات كثيرة كشرح سيدنا السنوسي رضي الله تعالى عنه لكفاية المريد، وهو ما يسمى بهداية المريد، التي شرح فيها المنظومة الجزائرية في العقائد الإيمانية لشيخه سيدي أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري رضي الله تعالى عنهم. وهناك كذلك منظومة واسطة الملوك في بيان كيفية السلوك لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي، وهو من كبار المالكية وعلماء المالكية في تلمسان. وهناك كذلك منظومة وأرجوزة العقائد والفروع لسيد محمد بن عبد المؤمن الحسني الجزائري. وهناك منظومة شهيرة نفيسة هي محصل المقاصد لأبي العباس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني كذلك. وهناك منظومة فاقت الآفاق في تعريفها وفي شهرتها، وهي منظومة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة للإمام البارع أعجوبة الزمان على مر الزمان سيدي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني، ولها شروح كثيرة في 500 بيت، من أجلها ومن أنفسها وأحسنها ذكرا شرح الشيخ عبد الغني النابلسي: دفع تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتصحيح المفاهيم فيها، لا سيما أنها جاءت في زمن هو زمن سيدي أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه، حيث انتشرت البدع. وأذكر لكم شاهدا أيها الأحباب، الإمام ابن العربي أبو بكر العربي الإشبيلي المالكي وصاحب أحكام القرآن الإمام المعافري قال في العواصم من القواسم، قال: لما اتجهت إلى المشرق أول ما واجهني من البدع بضعة القول بالظاهر، وعند رجوعي إلى المغرب أول ما واجهني من البدع بدعة القول بالباطن على يد رجل من بادية إشبيلية يقال له ابن حزم. وهذا دليل على أنه كان يراعي وحدة المسلمين، فرأى البدعة تفرقها كذلك. فمن البين في القول أن العقيدة الأشعرية في كل مناح نذكر فيها مضامينها ومضمونها أيها الأحباب، إلا ووجدنا أن العقيدة الأشعرية قد كانت لها سياسة حمائية
ومقصد توحيدي للأمة الإسلامية في كل ما يمكن أن نطلع عليه على سبيل المثال أو حتى على سبيل الحصر. فإذا كان هناك عندنا من القول أن من المهم الحديث عن مضمون العقيدة الأشعرية، فإن الأهم فوق هذا المهم أن نتحدث على الدور التوحيدي، الدور الحمائي الذي قامت به هذه العقيدة الأشعرية. ويحضرني قول الله تعالى في صلة وحدة الناس ووحدة الأمة المحمدية مع التوجه إلى الله بصحة العقيدة، ما تحفظون في قول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالصلة وثيقة بين البعد العقدي في العقيدة الأشعرية والبعد التوحيدي فيها. فعلى ذلك أيها الأحباب، أقيم الحديث بعد ذلك على مظاهر وأسس جمعتها في ثمانية مطالب تعتبر أسساً ومظاهراً للاهتمام من العقيدة الأشعرية بهذا البعد التوحيدي بوحدة الأمة الإسلامية، تيمناً بثمانية أبواب الجنة دخلنا منها أجمعين وكل المسلمين. وهي في حصرها أن أولها أن ظهور الأشعرية كان لمقصد وحدة المسلمين، ثم الحديث عن الوسطية، ثم الحديث عن البعد الروحي التربوي السلوكي للعقيدة الأشعرية، ثم مبحث الإيمان، ثم مبحث النفيس. هو أكثر ما يظهر هذا البعد التوحيدي هو عدم التكفير الذي قامت عليه العقيدة الأشعرية، ثم مبحث الإرادة، ثم مبحث الإمامة، ثم مبحث أخير هو تعظيم الجماعة. غير أنني أقف لما يكون من ضيق الوقت الذي وسعه حضوركم أيها الأحباب على البعض منها فقط، فأحب أن أقف عند موضوع الوسطية. ولا يخفى أن الوسطية هو منهج القرآن الكريم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل الناس على هذه الوسطية وعلى هذا الاعتدال، فقد روى سيدنا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فجاء من روح هذا المنهج للإسلام، جاء المذهب الأشعري، جاءت العقيدة الأشعرية لتقيم الوسطية في كثير من مضامينها. أكتفي بمضمون واحد، وهو الوسطية التي ظهرت في الجمع بين النقل والعقل في العقيدة الأشعرية. والجمع بينهما أيها الإخوة الأماجد الكرام هو منهج قرآني جاء به سيدنا الأشعري ليظهر كلام الله تعالى ومنهج القرآن الكريم في بيان عقيدة المسلمين. الله سبحانه وتعالى يدلل على العقل بالنقل، فقال تعالى في كثير من آيات: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي النهى، لعلكم تعقلون، لعلهم يتذكرون. فالجمع بينهما على هذا المذهب الأشعري كان بأخذ العقل للاستدلال بالنص، للاستدلال لصحة النص. وهنا أقف وقفة لتمحيص هذا المنهج والقول أيها الإخوة. قد يقول قائل: إن لنا إيمانا بالنص، وإن لنا إيمانا عظيما كبيرا، أسأل الله أن نحيا ونلقى الله عليه، هو إيماننا بالنصوص. ولكننا في هذا التوجه نعني ثلاثة أنواع من الناس. نوع من الناس ربط الله على قلوبهم بكمال واردات النص، فهم مؤمنون بحقيقة الإيمان لا يحتاجون إلى أي جارحة من الجوارح كالعقل. وقوم
يؤمنون بالله تعالى ولكنهم يستأنسون بالعقل لزيادة إيمانهم. والله تعالى دلل على مثل هؤلاء إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أي يزيد الله الهدى كذلك بمناط العقل. وأقوام أيها الإخوة، لكي لا نكون بمنأى عن واقعنا، لا يريدون في طريقهم إلى الله التوجه بالنصوص، وهذه حالة موجودة بيننا. إذا حدثنا أحد المشككين أو الملحدين بآيات القرآن يحسبها خيبة منك إذ تحدثه بالنص، ولا يتجه لك إلا بالعقل. فجاءت الأشعرية لمثل هؤلاء لتدلل بالعقل على صحة هذا النص وعلى صحة هذا النقل. وأضرب لكم شاهداً، هو حدث لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تعقلون. وذكره الإمام القرافي كذلك في الفروق، أن سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه لما سئل من أحد المشككين في الطريق إلى الله ما الدليل على وجود الله، قال له: الدليل على وجود الله ورقة التوت. قال: كيف تكون ورقة التوت دليلاً على وجود الله؟ قال: انظر، هذه الورقة للتوت تأكلها الشاة فتخرج بعراً أكرمكم الله، وتأكلها البقرة فتخرج روثاً، وتأكلها دودة القز فتخرج حريراً، وتأكلها النحلة فتخرج شهداً، وتأكلها الضبية فتخرج مسكاً. من وحد الأصل وعدد المخارج؟ قال: الله. إذا نستدل بالعقل على صحة النقل، وهذا شيء جاء به سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري ليدعونا إلى أن ننظر بالعقل تأملاً وتدبراً وتفكراً واعتباراً واستبصاراً، لنجد أن الطريق مؤدية إلى الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا المطلب أيها الأحبة الكرام، لا يمكن للعقل السليم الصحيح أن يرد هذا المنهج الصريح في إعمال العقل إلا إذا كان على شاكلة من نكلوا وقال الله تعالى فيها: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإلا فإن العقل الصحيح يقبل استعمال العقل إذا كان يوصل إلى الله رب العالمين. ونقف عند مسألة مهمة في بيان الوسطية في إعمال العقل والنقل، لكي نكون في واقع يصلنا به هذا الأمر من الضرورة أيها الأحباب. عندنا أناس رغم إيمانهم بكلام الله وبحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن لهم في ذواتهم وفي أنفسهم أسئلة تدور بأذهانهم لا يمكن أن تجيب عنها الآية مباشرة إلا بإحكام العقل. فنقبل على هؤلاء بالجمع بين النقل والعقل في نسق مفتوح في عرض الإسلام وفي عمق الإسلام، لنأخذ بأيديهم بعقولهم وبالحجاج الذي جاء به المذهب الأشعري ليكون الناتج وأن إلى ربك المنتهى. هذا الأمر من الوسطية في إعمال أصحاب النقل وأصحاب العقل جعل منهم في وحدة وفي تآخ وفي تآلف. مطلب آخر يدل كذلك أيها الأحباب على أن مقصد العقيدة الأشعرية هي وحدة المسلمين في مبحث الإيمان. الإيمان كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم له عناصر ثلاث: الاعتقاد والنطق والعمل. فالاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذه العناصر الثلاثة أيها الإخوة الائتلاف بها من الضروري، ومن الصحيح أن نقول أن الائتلاف بينها ليس على سبيل التساوي، لا يمكن أن نحقق أنها أجزاء مكونة على سبيل التساوي فيما بينها. فالإيمان يتحقق بتصديق القلب، والنطق باللسان يثبت وجود هذا الإيمان ليكون صاحبه في زمرة المسلمين لأجل مناط التكليف. ثم نأتي إلى عنصر العمل لنحقق أنه شرط وليس شطرا في الإيمان. فالإيمان قائم بتصديق قلبي ونطق باللسان، أما العمل فإنه يثبته وإنه شرط لكماله بعد ذلك وليس لتكوينه وبنائه.
ومن الأدلة التي نسوغها كما ساقها سادتنا العلماء في بيان أن العمل منفصل عن قيام متكامل للإيمان. أما الدليل الأول فإن الإيمان يسبق العمل، وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في رسالة العالم والمتعلم أن المؤمنون يكتمل إيمانهم قبل العمل، واستدل بآيات كثيرة منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لما كمل إيمانهم خاطبهم الله بالأعمال والتكاليف. ومن الأدلة الأخرى البينة أن المدين أيها الإخوة حينما يؤدي دينه أداء اختياريا طوعيا بعيدا عن الأداء الجبري الاضطراري، المدين حينما يؤدي دينه فإنه قبل أن يؤديه عملا كان قد أقر في الحقيقة بهذا الدين، فلولا إقراره السابق ما أداه. فالخلاصة أن الإقرار كحال الإيمان سابق وموجود ومكتمل قبل الأداء مثل الأعمال والتكاليف. هذه الحقيقة في بيان أن العلم شرط أو شطر على اختلاف الناس كانت إزاءها مجموعة من الأسئلة، في خلاصتها: هل المؤمن الذي يرتكب الكبيرة ويأتي المعاصي والذنوب مؤمن أو غير مؤمن؟ وبعبارة أدق، هذا المؤمن الذي يرتكب بعض التكاليف ما الحكم فيه؟ كان الناس على طائفتين، طائفة هم الخوارج كانوا يرون بمحض أن العمل مكمل لكمال الإيمان فهو شطر فيه وليس بشرط، حينما لم يعمل فلم يكتمل إيمانه فيرون أن هذا هو كافر وليس بمؤمن. وطائفة أخرى هي المعتزلة، كانوا يقولون بهذا النص وبهذا اللفظ هو في منزلة بين المنزلتين، وحقيقتها ومفادها أنه غير مؤمن كقول الخوارج. وكلا الطائفتين يرون أن هذا الرجل خالد مخلد في النار، لكن ساداتنا الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم قرروا بمحض أن العمل شرط يثبت بعد كمال الإيمان كانوا يرون أن هذا مؤمن مكتمل إيمان بتصديق قلبه ونطق لسانه، بقي عمله فإنه متروك لمشيئة الله القائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدلوا بآيات كثيرة كقول الله تعالى: إنما المؤمنون. من هم المؤمنون؟ هكذا يرى سادتنا الأشاعر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فصح تصديقهم القلبي فاكتمل إيمانهم، ثم يأتي تصديقهم العملي بعد ذلك مثبتا غير أن يكون جزءا في هذا الإيمان. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. إذن هذا الإيمان بهذا المفهوم عند ساداتنا الأشاعرة جعل الناس يتوحدون ويكونون في وحدة صف بدل إخراجهم من دائرة الإيمان، وهذا يعتبر توطئة لأهم أسس العقيدة الأشعرية في بيان هذا المقصد التوحيدي الحمائي. وفي هذا البعد الذي يجمع الناس ويجمع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو عدم التكفير، أهم ما جعل هذه العقيدة سارية في خيرها وفضلها وبيان استقران الناس وانسجامها مع الخلق أنها نبذت التطرف ونبذت الغلو ونفت التكفير عن طائفة المؤمنين. والحقيقة أن سيد الإمام الأشعري قال باللفظ في كتابه مقالات الإسلاميين، ويقول بهذا اللفظ رضي الله تعالى عنه: ولا يكفرون، أي الأشاعر، ولا يكفرون من أهل القبلة بذنب كنحو السرقة، فهم مؤمنون بإيمانهم ولو ارتكبوا الكبيرة. وتحفظون أيها الأحباب قول سيد إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: إذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. هذا الأمر قائم على حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أمير المحدثين سيدنا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أنس قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم
الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا فإن ساداتنا الأشاعرة يرون أن كل مؤمن ولو ارتكب الكبيرة فإنه متحقق الإيمان، لا يصح تكفيره كباقي الطوائف والفرق الأخرى. والحقيقة أن هذا كان محل نظر واهتمام وفرح وسرور ورضا من كل الناس. ويعجبني كما أعجب الإمام الذهبي قوله في سير أعلام النبلاء حينما ترجم لسيد أبي الحسن الشاذلي، قال بهذا اللفظ: قال الإمام أبو الحسن الأشعري كلمة أعجبتني كثيرا. الإمام الذهبي يقول على سيدنا الأشعري: قال كلمة أعجبتني كثيرا، رواها البيهقي وهي ثابتة عن زاهر بن أحمد السرخسي، السرخسي الشافعي شيخ القراء وليس السرخسي صابح المبسوط في المذهب الحنفي. قال الإمام زاهر بن أحمد السرخسي: قال شهدت الأشعري أبا الحسن حينما حضرته الوفاة وهو في داري ببغداد، فقال لي، أي الأشعري يقول رضي الله عنه: اشهد علي أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة، وكلهم يشيرون، كلهم يشيرون إلى المعبود، وإنما اختلافهم اختلاف العبارات. هذه الكلمة قال عنها سيد الإمام الذهبي: أعجبتني كثيراً وبهذا أدين. الإمام الذهبي يدين إلى مذهب وقول سيدنا الإمام الأشعري، ليبقى القول بأن عدم التكفير هو مذهب الرضا والقبول، وبه المستأنس وعليه المعول عبر العصور في وحدة المسلمين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في كثير من الآيات وكثير من الأحاديث على أن المسلم يحب أخاه المسلم ولا يكفره ولا يخذله ولا يسلمه، بعيداً عما أراده من الأعمال والتكاليف. ومن هذا أيها الأحبة الكرام، هناك مطلب آخر يدل على أن من البعد التوحيدي الحمائي للعقيدة الأشعرية ما كان قولهم في مطلب الإمامة وتعظيم لزوم الجماعة. كان ساداتنا الأشاعرة ولا يزالون في كتبهم كلها يرون أن الحديث عن الإمامة إنما هو مطلب ومبحث فقهي، وإنما يريدونه في باب العقائد ليردوا به غلاة العقيدة، ويرون أن الإمامة منصب مهم ويجب على المسلمين أن يتخذوا لهم إماماً وقائداً وأميراً وجوباً شرعياً، ولا يجب عليهم القيام بدون أمير. وأن ساداتنا الأشاعرة بذلك حينما يلزمون الأمة في صحة عقيدتهم أن يجعلوا لهم إماماً وجوباً شرعياً، إنما يريدون بذلك كما هو بين وحدة المسلمين وصد التفرق عنهم وجمع كلمتهم بجمع مرادهم في هذا الأمير وإمارته عليهم. وفي هذا السياق يرى ساداتنا الأشاعرة مجموعة من القواعد، من جملتها جواز إمارة المفضول مع وجود الفاضل، أي أنهم يقررون أنه يجوز أن يكون هناك بين الرعية واحد أو اثنان أو كثر عليهم على مراتبهم العلية عليهم أمير أقل منهم قدراً. والمقصد في هذا أن المطلب ليس رؤية الفاضل أميراً على الناس، وإنما رؤية أن يحقق الأمير سواء فاضلاً أو مفضولاً أهم مقصد، وهو جمع الكلمة وجمع الناس وجمع وحدتهم. فهذا المقصد مقدم على اختيار الفاضل والمفضول. وقد ذكر صاحب نيل الأوطار أن سيدنا الصحابي ابن الصحابي سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه صلى مأموماً وإمامه الحجاج بن يوسف، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وغيره قال: عليكم بالسواد الأعظم، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا المطلب أيها الأحبة يحقق لنا ما ينبغي أن لا نكفر به أحداً من الناس. وأضرب لكم مثالاً لعل أكثرنا يعاين مضمون المثال إن لم يعاين أصحابه. عندنا كثير من الناس قدر الله عليهم أن يكونوا مبتلين بشرب الخمر أكرمكم الله، فطالما لطالما رأينا أقواماً يشربون، فإذا مر بهم رجل ظنوا به صلاحاً
ولو لبس قلنسوة وقميصا يقولون أدعو الله أن يهديني. فهم بإيمانهم بالله يسألون الهداية على نهج سيدنا نعيمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي كثيرا ما كان يؤتى به حينما يشرب الخمر فيقيم عليه صلى الله عليه وآله وسلم الحد بضربة واحدة بخفه الشريف، فجاء أحدهم يلعنه فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذه المطالب أيها الأحبة تحقق وحدة للمسلمين ونراعي فيها بعدا توحيديا حمائيا زيادة على هذا البعد العقدي. ولكي لا أطيل على مسامعكم الكريمة، ومن المهم عندي على أمانة الجلوس بين الأمناء أن أختم بتوجيه في موقفين جليلين أيها الأحبة. أما الموقف الأول فهو متعلق بتفعيل مضامين المذهب الأشعري والعقيدة الأشعري، ونحن أيها الأحبة حينما نرى أن هذه العقيدة ساهمت في حفظ وحدة المسلمين بهذه المقاصد كعدم التكفير وحقيقة الإرادة في ردها إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، نحن نعاين أنه لا زال بيننا التكفير، ولا زال بيننا بين الناس من يعتقد أنه مجبر في أفعاله، وبيننا كذلك وبين الناس من يرى أنه مخير في أفعاله. فعلينا بذلك أن ننطلق من الجانب النظري الذي ننظر له في مثل هذه الملتقيات إلى جانب عملي واقعي تطبيقي، أن ننطلق من التوصيف إلى حقيقة التوظيف، من الحال إلى المآل، ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون. عندنا في ساحات الواقع الحاضر أيها الأحباب فضاءات مفتوحة لأبنائنا وبناتنا وهم عدتنا وهم عمدتنا، فضاءات مفتوحة على أنواع متجددة من التواصل تطرح عندهم أسئلة في أذهانهم أو تملى لهم في عقولهم. لابد معها أن نطور مناهج العلم في نظرنا في المذهب الأشعري بتطوير الآليات والمضامين كذلك في بيان أسلوبها الصحيح. ثم الموقف الآخر الذي أحب أن أقف عنده أيها الأحباب، ما هو النظر السديد في مصطلح وحدة المسلمين إزاء النظر في العقيدة الأشعرية، أي التأصيل العلمي، ونحن في مجلس بين العلماء، التأصيل العلمي الصحيح لمصطلح وحدة الأمة الإسلامية التي نصب عليها مضامين العقيدة الأشعرية. نحن ننطلق من أن من الطبيعي من سنن الله في كونه أن نختلف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك ينبغي أن لا يعلو صوت الاختلاف في الفروع على ما هو ثابت بالإجماع في الأصول أيها الأحباب. فقدر تسليمنا أن هناك اختلافا بين الأشعرية والفرق الأخرى نحن نسلم بهذا، ولكن ينبغي أن لا نغيب تسليما يلازمنا أن هذه الفرق التي نختلف معها هي في حقيقة الأمر وفي كثير من الصور معنا في صفنا في جهة واحدة في مجابهة جهة أخرى هي جهة الطاعنين في أصول الإسلام. هذه الفرقة التي نعاينها في اختلافنا في فروعنا بين الأشاعرة والسلفية والتيمية والشيعة والمعتزلية والماتريدية وغيرها، حقيقتها أن كل هؤلاء هم أحببنا أو كرهنا أحب إلينا وأقرب إلينا، وإن كان ذلك بمراحل وبخطوات وبدرجات، من هؤلاء المشككين والملحدين والطاعنين في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنافين سيرته وإبعادها عن أصول الدين، لأن الإسلام جاء بالارتقاء وجاء بالأخوة، ما جاء بالتفرق ولا جاء بهذا الشتات. الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين تحقق لهم الإيمان بكل صورة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا يمكن أن نجد سبيلاً أيها الإخوة لجمع كلمتنا على سبيل العلم إلا بباب العلم وبدعوة حسنة وبجدال حسن بلا مزايدة ولا مشاحنة ولا سباب ولا طعن ولا عداوة. سيد العلماء
وسيد المعلمين من رب العالمين، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، كان في تعليمه وتديبه للناس غير طعان ولا فحاش، وما أثر عنه أبدا أنه سمى الكافر كافرا، ولا توجه بالمنافق أنه منافق مع أن له صورة المنافقون، ولكنه كان يحب الناس، كانت أنفاسه قال الله فيها: فلعلك باخع نفسك على آثارهم وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا للمشركين. ولكن كيف بنا بإخواننا المسلمين؟ كيف نشنعهم وكيف لا نحب جمعهم وهم معنا في دائرة الإسلام؟ إذن السبيل الأوحد لجمع كلمتنا هي وحدة علمية، قبل أن تكون بعد ذلك بثمار بوحدة اجتماعية فكرية تجمعنا أيها الإخوة. وأحسب بل أجزم أن الدروس المحمدية المباركة ما جمعت لتحزب ولا تنطع ولا مزايدة ولا تعصب أيها الأحباب، إنما جاءت لجمع كلمة المسلمين والارتقاء بالمفاهيم والعلماء، بدليل أننا نأتي بالناس من كل أمصار الدنيا لنجتمع على قول واحد. وأختم لكم بحديث في هذا المعنى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي المشهور بالحافظ بن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله، قال: حدثنا أبو بكر الباهلي، حدثنا عبد العزيز العطار، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا له: الجنة يا رسول الله. قال: الجنة إن شاء الله. ما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟ قالوا له: الجنة يا رسول الله. قال: الجنة إن شاء الله. ثم قال: ما تقولون في رجل مات فقال: ذوى عدل فيه خيرا؟ قالوا: لا نعلم فيه إلا خيرا. قال: الجنة إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في رجل مات، أي من أمته صلى الله عليه وسلم، فقال العدلان، أي ذوى عدل، لم يقولا فيه خيرا؟ قالوا له: النار يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبد مذنب ورب غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. وكان رسول الله أكمل خلقه بخلق وخلق سيد الإنس والجان، وقد قال حقا فيه ناعت وصفه: شهيدا شبيها له ما أبصرت قط عينان. وقد قال فيه حقا ناعت وصفه: شبيها له ما أبصرت قط عينان، سأحيا به ما دمت حيا، وإن أمت سأوصي به أهلي جميعا وإخواني. فاللهم يا ربي أدم الصلاة على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم يا ربي بنور ومدد وبركة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اشف ربنا شيخنا، اللهم اشف شيخنا سيدي محمد عبد اللطيف شفاء لا يغادر ضرا ولا يبقي سقما، اللهم اجزه عنا خير الجزاء وأتمه وأوفره، اللهم وسع عليه كما وسع علينا، اللهم يا ربي اجمع له الخير في الدنيا والآخرة كما جمعنا، اللهم حقق مراده فينا وفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا رب العالمين، يا ناصر المستضعفين، يا أرحم الراحمين، جئناك بين بركات بدر وفتوحات فتح مكة، فانصر إخواننا في غزة وفلسطين، يا رب انصر إخواننا المضطهدين، يا رب انصرهم على من عاداهم، وانتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم اجعلهم يا رب العالمين في أمانك وحرزك وفضلك وعنايتك، اللهم أنت بهم أرحم وأعطف وأحن وأكرم، فأرنا اللهم يوما سعيدا مباركا نفرح فيه بسلامتهم يا رب العالمين، اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات، اللهم اجعل جمعنا هذا يا رب مباركا ميمونا، وتفرقنا من بعده مختوما بختم العناية سالما معصوما مرحوما، اللهم لا تدع فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم احفظ الجزائر، اللهم صن الجزائر، اللهم أمن على الدوام الجزائر، واحفظ جميع بلاد المسلمين أجمعين، اللهم كل واحد منا عنده
حاجة في قلبه يا رب اجعلها له الليلة مقضية راضية مرضية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومن تحنن وتعطف علينا سيدنا محمد طه الأمين وآله الطيبين المطهرين إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غرامك سابني ربي شهاد يا محمد وحبك أغناني غين الأبد يا محمد غرامك سابني ربي شهاد كنت ما بيني وبيني غائبا عن نبي آيني والذي أهواه حقا لم ي... الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال بل لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال بل لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال